السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بفيديو جديد. وبهذا الفيديو راح يكون سريع وبسيط، هو كيف تعرف عدد المتصلين بالراوتر. طبعا اول شيء نروح على المتصفح، نكتب الاي بي الدخول الى الراوتر 192.168.0.1، او ندخل الى موقع tplinklogin.net. هتطلع لنا مثل هاي الواجهة، بعد ما نضغط طبعا اذا يطلع لك الادمن، عفوا تسجيل الدخول، اليوزر ادمن والباسورد ايضا ادمن. طبعا نجي على اي بي اند ماك بيندينج، ونروح على اي ار بي ليست. راح تطلع لنا هاي الليست، وهذا عدد المتصلين بالراوتر والاي بيات والماك ادريس، وايضا تقدر تحذف الاتصال. ما نضغط على ديليت ونحذف الاتصال. هذه نهاية الفيديو، اتمنى ما تنسون تسوون لايك، تشترك بقناتي اذا كنت ما مشترك، وشوفوا دروس السابق.